أستاذة، أنا عايز حصر في شغلك من 2004 لغاية النهاردة، وإزاي نزوده ونطوره؟ هو بيقول إيه؟ أنا هنا ما كملتش سنتين. تمام. تعرف إنك لو مش مبسوط في شغلك ده مش بيخسرك أنت وشركتك بس؟ لا، ده ممكن يقلل الناتج المحلي العالمي 9% أو ما يعادل 9 تريليون دولار. تقرير مؤسسة جالب اللي شمل 128 ألف موظف في أكتر من 140 دولة بيقول إن حوالي 20% من العاملين بيحسوا بالوحدة أو الغضب أو الحزن بشكل يومي، و 41% منهم بيحسوا بالتوتر، ونسبة كبيرة من الموظفين اللي بيحسوا بالوحدة هم الأصغر سناً. كمان لقوا إن لما الشخص يكون مش مرتبط بمكان شغله ولا بالناس اللي بيشتغل معاهم، ده بيأثر بالسلب على نفسيته أكتر من لو كان عاطل تماماً عن العمل. وده اللي حاصل مع 62% من الموظفين اللي بيدوا أماكن شغلهم وقت بس لكن مفيش طاقة ولا شغف، يعني بيعدوا ساعات من الآخر. لكن على الجانب الآخر، الموظفين المرتبطين بمكان شغلهم ومديرهم بيعزز عندهم روح المشاركة، بيبقى أدائهم أحسن بكتير وعندهم إبداع وابتكار، وبيكونوا سبب إن شركتهم تتطور وتاخد خطوات لقدام. يعني من الآخر، خلي الموظف رايق ومبسوط وهتبقى win-win situation.